قال مفتي الجمهورية شوقي علام إن الرئيس السيسي قاد بكل قوة وعزيمة قاطرة التغيير والإصلاح والتحديث في كافة المجالات. وأضاف علام خلال ندوة تحت عنوان في مواجهة محاولات هدم الدولة أن قوى الشر والإرهاب حاولت وقف مسيرة البناء والتعمير وتعطيلها لهدم الدولة المصرية، مشددا على أن مصر تواجه معركة شرسة تستعمل فيها أقدر المخططات لتفكيك وحدة الوطن وإضعاف قوته. دار الإفتاء المصرية بذلت جهود عديدة في سبيل تصحيح المسار وتصحيح المفاهيم التي أخذتها هذه الجماعات المتطرفة، أخذتها من سياقها الطبيعي لها، والذي نبت هذا المصطلح في بيئة كانت بيئة شريفة وبيئة قويمة إلى بيئة رديئة للغاية، وتم توظيف هذه المصطلحات وهذه المفاهيم لإرباك المشهد وإرباك الشباب، ومن ثم محاولة هدم الدول وعلى رأسها بطبيعة الحال مصر. هذه الأفكار كانت قائمة على مبدأ أن المجتمعات لم تعد مجتمعات مسلمة، ومن ثم وجب الدفاع والحرب ضد هذه المجتمعات. هذه الأفكار في الحقيقة نحن دافعنا كثيرا ودفعناها وصححنا المسار من خلال وسائل عديدة، لعل من أبرزها استخدام الفضاء الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا المعاصرة في أكثر من مكان وأكثر من موضع. لعلي أشير إلى المرصد الذي أنشأناه في سنة 2014، والذي يرصد على مدار ال 24 ساعة الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التي أرقت الأمة.